السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نوريكم كيفية نحط انستالاسيون تاع ديسك دور اكسترن، هذا يسمى SSD بالسويدي، معناها هارد درايف، اللي هو هارد درايف ولا ديسك دور، يركب في USB 3 ولا اللي تحب انتي. الكاباسيتي متاعه 500 جيجا بايت، سعره بالكورونا 595 كورونا، بريسك 60 أورو، معناها بالتونسي بريسك 200 ألف تونسية. فيه جارانتي، معناها 2 years، عامين، معناها 2 ans دي جارانتي. فصيل معناها تركبه هكا، تركبه بالـ USB متاعك، تحطه في البي سي. يعني صارت البروبلام هي في البي سي، هذا HP ستريم نانو، معناها الميموار متاعه ضعيفة برشا، وطلب عليه ويندوز 10 الابديت، معناها دونك اضطريت اني نشتري له معناها ديسك دور، هذا الاكسترن ولا هارد درايف. طبعا مع بعضنا تو كملت الانستالاسيون، معناها فاصيل، معناها تو من البي سي باش يعمل الابديت على ويندوز 10، ويندوز 10 كمل كل شيء باش يعمل الستارت اون بالسويدي، معناها ريديماري ولا اعادة تشغيل. ننتظر البي سي متاعنا وننتظر الحاسوب. احنا هو في الاصل الهاش بي هذا ستريم نانو، معناها حاسوب شد شحن كثير، سي تان بون بي سي، معناها رابيد، يخدمك برشا حكايات في الانترنت. ما استحقيت انا للديسك دور اكستير، باش نجم نهبط ابليكاسيون، باش نجم نخدم اكثر، نحس روحي اليز، ومعناها تبدا امورك واضحة. هذا البي سي ستريم، تفرجوا فيه، تخليكم تتبعوا مع الريديماراج تاع البي سي، إعادة تشغيل، ونشوفوه. هذا الديسك دور الاكسترن اللي شريته، فهمت معناها تري سامبل، معناها ايزي ستيب اب سيت اب، معناها ما يسحقش برشا حكايات، جست برانشيه تكونكتيه مع البي سي متاعك وتخليه فهمت يخدم. سامحوني من التصوير، ما نصور بالتليفون، معناها فما حاجة بي عجبني على خاطر 500 جيجا بايت، ولهنا في السويد ثم حتى بعض الجيجا بايت تسمى تي بي، يا بيت انت معناها شنو اسمها، نوريكم الديسك دور متاعي الهارد درايف اسمه توشيبا كامفيو بازيكس، معناه جارانتي ابارامون دي زون، يمشي معناها ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7، عادي جدا، معناها ميقلقش. وحتى البي سي متاعك يولي بلو رابيد، يولي البي سي متاعك السرعة متاعه تقوى. نخلوكم معانا تتبعوا بقية إعادة التشغيل، نشوف شنو صار في العملية هذه. ما تنسوش عاد تشتركوا في القناة متاعنا في اليوتيوب، اسمها من هنا وهناك، تحطوا اشتراك وتتابعونا. كل مرة أنا نعمل فيديو معناها مختلف، أنا مش مركز على حاجة بركة، كل مرة نعمل فيديو في السياسة، نعمل فيديو لهنا على السياد شوية بلايص السياد، وإن شاء الله في أقرب فرصة باش نعمل برشا فيديوهات نهبطهم. قاعد نحضر في حكايات إن شاء الله نهبطهم، إن شاء الله المتابعين متاعنا يكونوا أجور، نقولوا معناها أنكورون، يتابعونا ويعطونا شوي دعم، فهمت، بالاشتراك والضغط على زر الاشتراك في القناة في اليوتيوب متاعنا. إن شاء الله في المستقبل القريب نفكر باش نبدل اسم القناة ونعملوها قناة المحتاج، قناة تهتم بالمشاكل الاجتماعية للفقراء، ونعاون ونساعدوا بعضنا إن شاء الله. المطلوب الدعم نتاعكم. تو البي سي متاعنا قاعد في إعادة تشغيل، خدم مع بارامون، تو نشوف اش قاعد يصير معه. لازم ديما اكيد جدا باش تعمل انستالاسي حكاية، ولا باش تعمل باش تصب بروجرام جديد ولا برنامج جديد، لازم يكون البي سي كونكت نتاعك
في الشحن ولا في الشارج، باش ما نبعد على كل ريسك، معناه قصش بيك، معناه يقفلش الحاسوب وحده هو، وانت في عملية البرمجة متاعك وتبدي لك مشكلة، معناها تخسر كل شيء. ولا عايز حاجة تتأكد مني ان الشارجور كونكتي مع البي سي، ومالجري البي سي هذا هاش بي يشد شحن ويشد شارج نقل شيء 5 سوايع تخدم بيه، تتفرج، تعمل اللي تحب انت، معناها فيه كاليتي بيه تاع باتري متاعه، معناها يشد باور، باور حلو. هذا باللغة السويدية أربيتا ميد داتيرينج، معناها الحاسوب قاعد يشغل على إعادة تثبيت، ومكتوب سو ستانج انت اوف داتور، معناها بالعربية الفصحى ما تقفلش وما تغلقش الحاسوب متاعك، ديتا انستول معناها مجرد لحظة، معناها انتظر لحظات. نعمل توا خاطر مازال 0%، باش نعمل باوز ونرجع نكمل التصوير من بعد، مازال ياخذ وقت. وعلى ذلك انا قسيت الحين وصل 2%، معناها 2%. نعملو باوز ونعاودو نرجعو لكم. وصلنا توا بريسك 10%، معناها بريسك تاخو الحكاية ممكن ما اعرفش 45 مينوت، ممكن 45 دقيقة توفى الانستالاسيون تاع البروغرام ويندوز 10، مش انستالاسيون، ما هو قاعد يعمل في الابديت، معناها ميزاجور. نستنى شوية اخر ونرجع نكمل نصوره. توا كملنا البروغراماسيون وتعدينا ابارامون ويندوز 10، نحلو البي سي. اطول البي سي متاعي فيه ابليكاسيون ولا اوبسيون اسمها كورتانا، هذا موجودين في الهاش بي، اي بي سي اسمها هاش بي ستريم نانو، عندك هذه كورتانا تساعدك معنا. كو طلبني على لا مصلاه البوزيسيون، معناها وين متواجد انا. هاي يطلب عليك مايكروسوفت كونتو متاعك، معناها تحط ديما توجور اكسبتي، تحط اكسبتي كل شيء. يطلب عليك هذا مثلا اذا كنت تحب تبعث السيناتور متاعك الصحاح، حط له نو اكسبتي. الله يطلب عليك على انتي فيروس ما تحب تعمله، حط له اوكي، حط له اكسبتي، وضع على الابليكاسيون، نحط اكسبتي. وانت لحظة تو سي ابارامون تعدى كل شيء، امور واضحة، تعدينا تو، تعدت الانستالاسيون على ابريل 2018 ابديت اخر ابديت. اذا تحب تعمل سينكرونيزاسيون مع البي سي افيك تون تليفون، معناها مع سكرها هذا ما نسحقش. نشوف ان هنا الميساج متاعي لما فسخ كل شيء، فسخ كل شيء. بس حقا مش مسجلت هذوما، هذا الوان درايف سيء، تعدل الابديت متاعه، امور واضحة، ما عادش عندي حتى مساج لهنا. ني ار ديت كلارت، معناها سيء، امور واضحة. نشوف الكاركترستيك تاع البي سي، لازم نحل من الدوسيه ده هنا. تحسه غريب شوي هو،
امشي البي سي بتاعي، طبعا اتعدم عليها، عطاني شوي سباس في ديسك دير موجود في البي سي، على خاطر ديسك دير مش كبير برشا، ولا لي شوي ثم سباس ليبر انا. وهذا الديسك دير الاكستير بتاعي اللي حطيته هون، فهمت؟ معناتها البي سي بتاعي صار عمره واضح، نجم نخدمه بيه، معناها نحالي برشا حكايات بالبي سي، نظيف، ما عنديش حتى مشكلة في البي سي. تمام. قبل كان عندك تفيريسات لهنا يسيلك، معناها دي دوسيي، معناها ما تحبهمش انت، ومعناها دي فيشي ما تنجمش معناها تفسخهم ولا تسيبريهم. انت تشوف البي سي نظيف، امور واضحة، نتوكل على ربي، نجربه شوي، نشوفه رابيديتي متاع اليوتيوب ولا حكاية. الفيديو هذا تنهبطوا بعد على القناة متاعي تاع اليوتيوب، مرحبا بيكم، على اي استفسار ولا حكاية نجموا تسألوا. نجربوا اي غناية، شوفوا تراها الرابيديتي تاع البي سي، كبر التصوير شوية. نجربها. سافا، امورنا واضحة. مرحبا بكم، اي سؤال مرحبا بكم.